للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق. دكتور عمرو، إجراءات خاصة بالإفراج عن سلع في المواني المختلفة وسبب طبع انتعاشة أخيرة حدثت في السوق المصري نتيجة صفقة رأس الحكمة وغيرها من موارد العملة الأجنبية، برأيك كيف تثمر هذه الصفقة لمزيد من السيولة داخل الاقتصاد المصري والتيسير على البضائع والسلع؟ أولا مساء الخير عليكم وعلى كل مستمعينكم. والحقيقة طبعا الصفقة دخلت عملة صعبة لمصر في وقت احنا كنا محتاجين يبقى فيه سيولة دولارية، مش بس سيولة دولارية عشان الموازنة العامة وعشان الديون، تسديد أقساط الديون، لكن علشان يبقى فيه سيولة داخل حركة الاقتصاد، داخل الدورة الاقتصادية، يقدر يستفيد بيها مش بس الدولة والحكومة، لا يستفيد بيها بالأخص وده الأهم بالنسبة لي، وأنا بعيدها تاني، الأهم بالنسبة لي القطاع الخاص اللي محتاج سيولة دولارية عشان يقدر ان هو يستورد مواد خام ويبقى في حركه تجاره خارجيه، ويستورد ويدخل منتجات خام او نصف مصنعه، فيبتدي ينتج يصدر، يبتدي العجله تاني تشتغل، فيبتدي الاقتصاد تاني يشتغل. ودي كانت نقطه مهمه جدا واشرنا فيها الى اهميه هذه السيوله، مش عشان اسدد ديون او اقساط او التزامات خارجيه، لا، عشان اسدد التزامات داخليه عشان الاقتصاد يرجع يشتغل، لان كل يوم بيمر فيه وما فيش في سيوله دولاريه لدى القطاع الخاص، ده بالنسبه لي انا يعني ماساه بالنسبه للاقتصاد او بالنسبه للدوله الاقتصاديه المصريه، لا سيما ان حركه التجاره الخارجيه المصريه حركه كبيره، يعني مش حركه صغيره، احنا حجم التجاره الخارجيه بتاعتنا والارقام مهمه لو حضرتك نقف عندها، يعني حجم التجاره الخارجيه حوالي 80 مليار دولار. الحكومه المصريه بتبذل جهود علشان تقدر توفر 80 مليار دولار، صادراتنا حوالي 30 مليار، وارداتنا حوالي 48 او 50 مليار دولار. الحكومه بتحاول تبذل مجهود علشان توفر اكبر قدر من السيوله الدولاريه علشان حركه التجاره الخارجيه بتاعتنا ما توقفش، سواء صادرات او واردات. انا الصادرات بتاعتنا بتزيد، السيد الرئيس يمكن يعني اشار الى حلم ال 100 مليار دولار، بس عشان نصدر 100 مليار ما لازم استورد عشان اقدر يبقى عندي منتجات مصنعه او نصف مصنعه. المستهدف الوصول الى 100 مليار دولار، لكن طبعاً هذا طبعاً يقودنا للحديث عن تصريحات رئيس الوزراء بدعم الصناعه المصريه، وهذا هو ايضا التوجه المصري بدعم الصناعه المحليه وتوطين غيرها من الصناعات. الدوله الحقيقه يعني في السنوات السبعه والثمانيه الاخيره الحقيقه بعد الاصلاح الاقتصادي المصري في 2014 و15 الرؤيه كانت توطين الصناعات المصريه، واشتغلنا فيها بشكل جيد واشادت بها المؤسسات الدوليه، لكن النهارده ازمه الدولار اللي احنا بنعيشها في السنتين اللي فاتت ديت يمكن يعني بتسبب ازمه للدوره الاقتصاديه او للسيوله النقديه اللي موجوده في المجتمع. كنا دوله رئيس الوزراء اجتمع، وكان اجتماع كبير، محافظي البنك، مساعدي محافظ البنك المركزي، وزاره الصناعه، وزاره الماليه، هيئه الضرائب، المواني، علشان نقدر نفرج على كم البضائع اللي موجوده علشان يبقى في يعني انتعاشه في السوق او تدخل السوق بضائع مستورده، فبتبتدي يبقى في وفره، فتبتدي الاسعار تنزل وتبتدي المصانع تاني تشتغل. مستلزمات انتاج، نعم. طبعا مستلزمات انتاج، انا مش بتكلم على استيراد بضائع ترفيهيه او استهلاكيه، لا، انا بتكلم بالاساس على ان البضائع تدخل، المنتجات المستورده تدخل، ودي مش رفاهيه، علشان حاجتين، المستهلك والسوق يلاقي منتجات، والمصانع تقدر انها تحصل على مواردها من الخارج، فتبتدي تشتغل تاني وتصدر وتزيد بالتدريج. هي حاجه بنسميها عجله الاقتصاد، عجله تقدر تزيد تاني الحصيله الدولاريه، وتبتدي المصانع والشركات بتاعتنا تقدر انها تصدر وتزيد الحركه الدولاريه، وبالتالي تزيد العجله او دوران النقود داخل المجتمع. دكتور عمرو، الهدف كنا محتاجين هذا يعني محتاجين العجله تاني تدور، وعشان كده جايه في وقتها طبعا صفقه راس الحكمه. باي وتيره اذا تكون هذه الاداره لسرعه توفير هذه السيولة الدولارية بشكل لا يلتهم ما أتى من الصفقة أو ما سيأتي منها فيما هو قادم؟ لا، هو مش هيلتهم، يعني احنا قلنا ان الحصيلة جزء منها هيستخدم للحكومة للموازنة العامة، تسديد المديونات اللي علينا، والجزء الآخر هيستخدم لتمويل دوران الاقتصاد المصري او الحركة الانتاجية والحركة الاستهلاكية، عشان كل ما يزيد، هي زي العجلة بنسميها عجلة، عشان كل ما يدخل
انتاج ومستلزمات انتاج، كل ما انتج كل ما صدر فيدخل دولارات تانية فاستخدمها، وبالتالي العجله تقدر تشتغل تاني. احنا النهارده يعني ادينا زي ما بنقول بالعاميه، ادينا زقه للعجله عشان تقدر تشتغل، عشان نقدر تاني العجله انتاج تشتغل ويبتدي يبقى عندنا حصيله دولاريه غير الحصيله اللي احنا حصلنا عليها من راس الحكمه او من خلال الاستثمارات الاجنبيه المباشره. اشكرك جزيل الشكر الدكتور عمرو صالح، استاذ الاقتصاد السياسي مستشار البنك الدولي السابق.